شوفوا حكام الخليج، شوفوا التواضع عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طفلة إماراتية اسمها مهرة أحمد الشحي من الشارجة، وتحية لكل أهل الشارجة، أهلنا وربعنا هناك. طلعت وعادت كلام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقالت أنا وشعبي نحب المركز الأول، فقالته. فانتشر هذا المقطع عبر التواصل الاجتماعي. من اللي شاف المقطع؟ محمد بن راشد. سوى محمد بن راشد؟ راح بيتهم وزارهم وصور معاه هناك وكافأ البنية وداعبة. يعني هذا التواضع من حكام الخليج، ويعني دلالة واضحة على التقارب ما بين الحكام والشعوب. شوفوا التقرير. وشوفت وزورت وشت الناس عنك، هم خبروني قالوا لي يا الله يا الفستان الحلو. شو قلت في الفيديو انت؟ صوت عالي. الله يحفظها ويحفظ كل حكام الإمارات والشعب الإماراتي الطيب، وتحية لهم جميعا. اليوم في أمريكا